في 2015 كنوفروا الماكلة بحال الماكلة اللي كناكلو حنايا في الدار باللحم وبالدسير الخبز الفرماج اكسيتيرا. هاد الناس بداو كيولفونا، بداو كيطلبوا لينا الاحتياجات ديالهم، لا الدواء لا الغطي لا الصبابط. بدينا كنجمعوا هادشي تا هو كنجيبوه ليهم. من بعد بداو كيطلبونا على الحمام، كنا كنمشيو كل شهر، وكانت شي حاجه اللي كانت زوينه بزاف اننا كنشوفوا هاد الناس شحال كيفرحوا شحال كيحسوا بالادميه ديالهم. كيمشيو يقلبوا على خدمه، كيمشيو يرجعوا لديورهم. كنا كنفرحوهم وكنفرحو حتى حنا، ولكن الحمام اللي مشينا له كان كيجري علينا. كيقولوا لنا الجيران، واخا حنا كنخلصوا الحمام عادي، الجيران تيقولوا لنا بالله غادي تجيبوا لنا المرض. اضطرينا نحبسوا من بعد ما درنا 5 د الحمامات اللي تطردنا منهم. وبدينا كنفكروا شنو يمكن يكون الحل. والناس كيرغبوا بلا بغاو يرجعوا للحمام عاوتاني. الله يحسن العوان، كاينين اللي بالعام وبالعامين ما كيمشيش للحمام، وكتولي الدرجه ديال الوسخ ديالو بزاف بزاف. دوزنا الحمد لله الان تقريبا 600 مستفيد بسوم 34 شخص في النهار. هاد الناس كنقيدوهم في الاله ديال لا ريكونيسونس ديجيتال اللي شفتو، باش نقدروا نحصيوهم باش نعرفوا شحال واحد فيهم عنده الوراق ولا عنده مؤهلات ثقافيه ديال القرايه ولا ديال الخدمه ولا شي حاجه. هاد الطريقه الوحيده باش نحاولوا نخرجوا هاد الناس من الزرقاء هي نعرفوهم، وهاد الماكينه كتعاوننا بزاف. حنا بدينا النهار الاول بالتنسيق مع الولايه ديال الدار البيضاء اللي عاونونا بزاف، وراكم يمكن شفتيو الناس ديال السلطات اللي واقفين باش الا وقع شي مشكل. الوغ مع الولايه قررنا بان عندنا 3 شهور باش ندوزوا المناطق ديال العملات ديال الدار البيضاء كاملين. ملي غادي نكملوها ان شاء الله غادي نمشيو نلمدوا الاخرين اللي عندنا فيهم فروع، اللي هما مراكش وجديده والرباط وطنجه. على ما يحل الله، وهاد كل المتطوعين اللي معنا اللي في هاد المدن كيديروا جهد كبير باش يقدروا يلقاو العوين باش نقدروا نشريو كميوات اخرين، باش كل جهه في المغرب يكون عندها كاميون اللي كيدور فيه خاص بها. الجمعية ديال جود هزينها متطوعين في 5 ديال المدن، كنتمنى ودجا العدد ديالنا بالالاف، ولكن كنتمناو يجيو معنا ناس كثر. كل ما كثرنا كل ما غادي نقدروا نساعدوا ناس كثر. ماشي ولا بدا اي واحد يعطي الفلوس، كاين اللي كيعطي من وقته، كاين اللي كيعطي نصيحه ولا فكره، كاين اللي كيديرنا بعلاقه مع شي شخص اللي يقدر يفيدنا. اي واحد في المغرب يمكن له يكون جودور، وكنتمنى العدد ديالنا يكبر اكثر من هكا. ومتاكده كل ما كبر عدد المتطوعين اللي معانا كل ما غادي نقدروا نديروا خير اكثر في هاد الناس اللي في الزنقه.